أهلا بكم في برنامجنا. أنا موروكا واليوم سنثير حماستكم. بعد قليل مفاجأة لعب الأحصنة التي ستجعلكم تدركون بعض الأشياء، ومكافحة الحريق باستخدام ترددات صوتية عميقة، ثم حياكة الطريق لتكنولوجيا اليوم، بالإضافة إلى العلم وراء الأحذية الرياضية الأكثر ليونة. ستشاهدون كل هذا بعد قليل في برنامجنا. يمكن أن تكون الحياة في المملكة الحيوانية جائرة جداً، ما لم تكن قطاً أو كلباً بالطبع. عند دخولك إلى متجر للحيوانات الأليفة سترى ممرات مليئة بالدمى من أجل كلبك أو قطك، لكن اعتقدنا نحن البشر أنه كلما كبر الحيوان فلا حاجة له للاستمتاع بوقته، ولكن لحسن الحظ فإن كل هذا قد تغير. على الأقل هذا هو الهدف. وآلي وورد. الأحصنة هي مثال الجمال والقوة، لكن لأنها رزينة جداً قد يساء فهمها أيضاً. فمثلاً متى كانت آخر مرة رأيتم فيها حصاناً يلعب حقاً هكذا؟ سأخمن أنكم لم تروا هذا قط. في الواقع لا تحب الأحصنة اللعب وحسب، لكن مثل كلبك أو قطك فإن اللعب هو أمر هام جداً لصحة الأحصنة العاطفية والجسدية. ولكن حتى وقت ليس ببعيد لم تكن هناك دمى لعب متينة وخاصة بالأحصنة في السوق، لذا اخترعت ليسا روس ويليام وزوجها كيني ما يسميانه كرة إيكوي سبيريت. ذهبت إلى مدينة بريسكوت في ولاية أريزونا لأعرف المزيد عن اختراع ليسا وكيني البسيط والمفعم بالحيوية. سيكون هذا ممتعاً، هل أنا محقة؟ تقول ليسا وكيني اللذان يملكان 8 أحصنة وحماراً واحداً إن قصة الكرة بدأت منذ نحو 15 سنة عندما كان أحد أحصنتهما رايلي لا يزال مهراً صغيراً. كان رايلي مهراً يتيماً أنقذناه من مزاد علني، كان عمره أسبوعاً واحداً وعلى وشك الموت، وبعد أن أدركنا أنه لن يموت كنا بحاجة إلى جعله يتحرك، جعلناه يستخدم عضلاته، لذا بدأنا بإعطائه الدمى لكنه كان يحطمها في ثوانٍ. حيوية رايلي ومدى حبه للعب بالإضافة إلى كم أحب الكرة، هذه الأمور أردنا أننا بحاجة إلى العثور على شيء لا يسمح له باللعب قليلاً وحسب، بل يسمح له بالسعي وراءه حقاً. ومع تحسن صحة رايلي أصبح الحافز لصنع دمية متينة كفاية ليلعب بها أقوى. يجب أن تكون الكرة متينة كفاية لتتمكن الأحصنة من ركلها وعضها والجلوس عليها. كيف كان الأمر عندما حصلتما على أول نموذج مبدئي؟ هل أدركتما أنه سينجح؟ كيف كان شعوركما؟ شعرنا أننا على وشك تحقيق شيء جيد بعد أن أدركنا أنه هنالك حاجة لهذا الابتكار وأننا سنجد الحل لمشكلة متانة الدمية التي نحتاجها. أصبح الأمر مشوقاً. لابد أنه كان يوماً رائعاً بالنسبة مؤكد. لكم. مؤكد. الكرات التي تصنع في مدينة فينيكس بولاية أريزونا تم تصميمها بحجم مناسب حتى لا تتعثر الأحصنة بها. أو رايلي، إن سألتم كيني وليسا ماذا تعني الأحصنة بالنسبة لهما ستفهمون أن الحب هو ما يقود ابتكارهما. إن الأحصنة مخلصة وصادقة جدا، إنها تتقبلك وطالما أنك تحترمينها فستعطيك حبا مطلقا. في الواقع أصبحت الكرة نوعا ما كصديقتها المفضلة، وأنا أصبح عاطفيا بعض الشيء عند التفكير في ذلك. لقد أحب الحصان كرته كثيرا، بحيث إنه يأخذها معه عندما يذهب لشرب الماء أو عندما يذهب للاستلقاء. هل أجرب؟ نعم. قررت أنه قبل أن أنطلق على الطريق المغبر باتجاه المنزل أريد أن أرى كيف هو الأمر بأن أكون في مكان رايلي. كالكثير من الابتكارات أرغب بشدة في اختبار هذه حتى أرى فقط كيف تعمل في الميدان. رايلي، هل أستطيع أن ألعب بلعبتك؟ أعتقد أنه وافق. في هذه اللحظة تقريباً أدركت أن هذا قد يؤلم قليلاً. حسناً، أنا بخير، اطمئنوا أنا بخير. لكنني أدركت أيضاً أن هذا ممتع، كما أدركت أنه باستخدام مخيلتنا يمكننا أن نعيد اختراع شيء مألوف والاستمرار باستخدامه بطريقة جديدة تماماً في الحياة. عندما نعود، مكافحة الحرائق بالاهتزازات الصوتية،
وغزل النسيج باستخدام برمجة الحاسوب، بالإضافة إلى التركيبة السرية للحصول على حذاء سريع. ولكن أولاً، حان وقت فقرة كلما عرفتم أكثر. تقوم أجهزة الكشف عن المعادن بفحص ملايين الناس في المطارات والأحداث الرياضية كل عام، ولكن من هو الرجل الشهير الذي ينسب إليه الفضل في اختراع أول جهاز كشف عن المعادن؟ هل كان مخترع الهاتف ألكسندر غراهام بيل؟ أو رئيس المباحث الفيدرالية جي إدغار هوفر؟ أم مخرج الأفلام ستيفن سبيلبرغ؟ والآن سنذهب في فاصل ثم نعود لإعطائكم الإجابة الصحيحة. أهلا بعودتكم. منذ لحظات سألنا من هو الرجل الشهير الذي ينسب إليه الفضل في اختراع أول جهاز كشف عن المعادن. إن اخترتم ألكسندر غراهام بيل مخترع الهاتف فلقد اخترتم الإجابة الصحيحة. بينما كان علماء آخرون يحاولون تقصي المعادن، كان بيل هو من اخترع آلة ليحاول إنقاذ حياة رئيس الولايات المتحدة. ففي عام 1881 تعرض رئيس جيمس غارفيلد لطلق ناري في الظهر، لكن الجراحين لم يستطيعوا العثور على الرصاصة التي استقرت في جسم الرئيس. عندما سمع بيل الخبر اكتشف كاشف معادن بسيطا، حيث قام بتصميمه مستخدما بعضا من تكنولوجيا الهاتف الذي اخترعه. ولكن لسوء الحظ سببت النوابض المعدنية التي كانت في فراش السرير التشويش لآلة كشف المعادن التي اخترعها بيل، ولم يعثر على الرصاصة. توفي الرئيس غارفيلد بعد أسابيع، لكن آلة كشف المعادن التي ابتكرها تتابع العمل حتى الآن. وهذه نهاية فقرة كلما عرفتم أكثر. على الرغم من أن النار موجودة منذ وقت طويل، فلطالما كان من الصعب السيطرة عليها. بالطبع نستطيع إشعال النار بسهولة، وغالبا نحن ماهرون جدا في إخمادها، ولكن كما اكتشف اثنان من طلاب الجامعة، عندما يتعلق الأمر بإخماد حريق قد يكون الحل هو إصدار ترددات صوتية عميقة. إن العديد من الطرق العصرية المستخدمة لإخماد حريق ليست جديدة حقا. ما إن كان هذا مناسباً أم لا، فنحن نبحث عن طرق باستخدام الماء أو عن طريق خنق النار وحتى باستخدام الرمل، لكن العقل المبتكر يشعل طرقاً جديدة لإخماد الحريق. في شهر مايو من عام 2015 تخرج كل من سيث روبرتسون وفيتران من قسم الهندسة في جامعة جورج ميسون بعد أن أكملا مشروع التخرج خاصتهما، الذي كان عبارة عن دراسة أولية عن كيف يمكن إخماد الحريق بشكل فعال باستخدام الأمواج الصوتية. إنهما يطلقان على آلتهما التجريبية اسم مطفأة حريق بالأمواج الصوتية، كما أنها تشبه آلة صغيرة من فيلم خيال علمي. ينضمان إلينا الآن من ولايتي ماساتشوستس وفيرجينيا. شكرا لانضمامكما إلينا. مرحبا مو. شكرا، سعيد بكوني هنا. هل يمكنكما أن تصفا بتعابير بسيطة كيف يمكن للصوت أن يخمد حريقا؟ تتذبذب النار بتردد معين، لذلك قمنا نوعا ما بمطابقة هذا التردد بطريقة مدمرة. إنه نوع من إعادة ابتكار ما كنا بحاجة إليه، وأقصد هنا مطفأة حريق. ما تقوم به بشكل أساسي هو أنها تستخدم ترددات صوتية منخفضة لإخماد الحرائق الصغيرة. أولاً قام بالاختبار باستخدام ترددات صوتية عالية، لكن هذا كان يجعل الحريق يزداد، وعندما قام بالاختبار باستخدام ترددات صوتية عميقة نجح بإخماد الحريق. لدينا مولد إشارة يقوم بتوليد الإشارة، ثم نختار التردد الذي نريده ونضخمه. لم يكن هناك الكثير من الأبحاث التي يمكننا الرجوع إليها، لذا قمنا باستخدام مقاربة أديسون في كثير من الأشياء، وجربنا الكثير من الخيارات المختلفة. نجحت مطفأة الحريق بالأمواج الصوتية في إخماد حريق تجريبي في وعاء قطره 35 سنتيمتراً، كما أنهما لم يحصلا على تقدير جامعتهما الضروري على عملهما فحسب، بل إن نجاحهما عزز الفضول لديهما ليتابعا أبحاثهما أكثر وليكتشفا الاستخدامات الممكنة لهذا الاختراع. أرى أن هذه التكنولوجيا ستصبح واسعة الانتشار، حيث ستتواجد على أسطح أفران المطبخ، كما أنها ستتواجد في علم الروبوتات المتعددة، كما ستستخدم في تطبيقات الجاذبية الضعيفة كمحطة الفضاء العالمية. لقد قمنا ببعض الاكتشافات الجديدة منذ أن تخرجنا من الجامعة، وهذا مثير للاهتمام هندسياً وعلمياً. سيث وفييت، شكراً لانضمامكما إلينا وحظاً موفقاً لكما. شكراً جزيلاً. شكراً لك. بعد الفاصل، مبتكر المهنة التي تجعل هذه الأشياء تستلقي على أرضيتك، والكيمياء الموجودة في حياتنا والتي قد تفاجئنا. أما الآن فقد حان الوقت مرة أخرى لفقرة كلما عرفتم أكثر. أحد أول أشكال الاتصالات الإلكترونية كان شفرة مورس التي اخترعها سامويل مورس. ما الحدث الذي سبب باختراع شفرة مورس؟ هل كان بداية الحرب؟ حالة وفاة في العائلة؟ أم مسابقة عزف على الطبول؟
سنطلعكم على الجواب قبل أن تتمكنوا من إرسال نداء استغاثة. شكراً مرة أخرى لعودتكم إلى هنا. قبل الفاصل سألنا: ما الحدث الذي سبب اختراع شفرة مورس؟ إن اخترتم حالة وفاة في العائلة فأنتم على حق. ففي عام 1838 اخترع الفنان سامويل مورس الشفرة التي تستخدم نقاط وفواصل إلكترونية مسموعة لتهجئة الكلمات. أصبحت زوجة مورس مريضة بينما كان هو خارج البلدة يعمل، واضطر إلى إعلامه بواسطة ساعي بريد على ظهر حصان. وفي الوقت الذي استغرقه للوصول إلى المنزل كانت زوجته قد توفيت وقد تم دفنها. حفزت هذه المأساة العائلية سامويل مورس لاختراع شفرة أصبحت فيما بعد النموذج الأولي في كيفية التواصل الإلكتروني السريع. وهذه هي فقرة كل ما عرفتم أكثر، إن الحواسيب آلات مذهلة كما أنها تسيطر على حياتنا بشكل كبير. نحن نعتقد عادة أن بذور علم الحاسوب قد زرعت من قبل شابين ستيف وبيل، لكن ماذا لو أخبرتكم أن أصل برمجة الحاسوب الحقيقية بدأت مع النساء، وهن يملكن أسماء كهاريت ومارثا، وكنا يعرفن حقا كيف يثرن إعجاب الآخرين. ما هو الإنجاز التكنولوجي الحاسم الذي يربط هذا بهذا؟ للجواب على هذا السؤال ذهبت إلى متحف هنري فورد في مدينة ديربورن في ولاية ميشيغان، حيث التقيت بكريستان غالنرنو وهي القيمة على قسم تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات. هذه هي الأنوال. حسناً، تبين أن الأنوال الجميلة كهذه استخدمت لصنع كل شيء ابتداءً من الملابس وانتهاءً بالبسط. لديها قاسم مشترك فريد وغير متوقع مع الحواسيب الأولى. هل هناك مرحلة تطور فيها النول بشكل كبير؟ كان ذلك في عام 1801، حينها كان جوزيف ماري جاكارد وهو حائك فرنسي قد ابتكر فكرة نظام النول بالبطاقات المثقبة. مفهوم البطاقات المثقبة بسيط جداً، فهي مجرد قطعة من الورق القاسي فيها ثقوب، ولكن هذه الثقوب هي محور عمل النول. هذه البطاقات هي مجموعة من التعليمات من أجل صنع تصاميم معقدة جداً. وعند تطبيقها على نول جاكارد فإن الخيوط الدقيقة تتفاعل مع الثقوب أو مع عدم وجودها لصنع نماذج معقدة ومذهلة. وكما ترون هنا، حيث يوجد ثقب فإن الخيط يمر عبره، وحيث لا يوجد ثقب فإن الخيط لا يمر عبره. عندما نتحدث عن النول والبطاقة المثقبة على أنها أسلاف للحواسيب فنحن لا نبالغ. لا بالطبع لا، إنه بكل تأكيد شكل من الأشكال المبكرة للحوسبة، إنها أشبه بالشفرة الثنائية في الحاسوب، لذا فهي تكون إما واحداً أو صفراً أو في وضعية العمل أو مطفأة. هل هناك من قال هناك البطاقات المثقبة التي يستخدمها الحائكون نستطيع استخدامها في الحوسبة؟ لدينا تشارلز بابج لنشكره على هذا، ولقد كان رجلاً إنجليزياً وهو من طور ما يعرف بأول حاسوب ميكانيكي. لقد رأى نول جاكارد وألهمه بشكل كبير، فكر أن هذه البطاقات المثقبة عبارة عن نظام معقد واعتبرها طريقة رائعة لحل المشاكل المعقدة جداً. كان تشارلز بابج صديقاً لامرأة اسمها إيدا لافليس، وهي أول شخص قامت بكتابة برنامج حاسوبي. قالت إن المحرك التحليلي الخاص بتشارلز بابج كان قادراً على حياكة المعلومات ومسائل الجبر بالطريقة نفسها التي كان نول حياكة جاكارد قادراً على حياكة الأزهار والأوراق على القماش. إذن قامت بربط الأمرين معاً. أجل، هل كانت حائكة أيضاً؟ لا أعتقد أنها كانت. كنت آمل أن تكون. كانت تطرز. لقد كان اسمها يعني تخريم الحب. بعد قليل، التركيبة الفاخرة الموجودة في أثاثكم بالإضافة إلى فقرة مفردات مو. لدي سؤال، هل تفكرون بالكيمياء على الإطلاق؟ ولا أنا، لكن علينا أن نفعل، لأنها العمود الفقري لا مرئي لكثير من الابتكارات عبر التاريخ. أحد الإنجازات المذهلة في الكيمياء كان تطوير مادة يمكن أن تجعلك تقفز لمسافة أعلى، كما بإمكانها المحافظة على جلد الأطفال أكثر جفافاً. إليكم آدم ياماغوتشي ليشرح الأمر. من دواعي
سروري أن أرحب بكم في مختبر الأطفال في معمل الأنيلين والصودا، حيث سنستمتع بوقتنا في صنع الكيمياء. أظن أن الكيمياء رائعة جداً، والتجربة التي جهزناها اليوم ستكون مذهلة. سنكتشف نوعاً من الجزيئات المثيرة للاهتمام، وهي مادة تدعى البوليمر. تتألف مادة البوليمر من جزيئات عديدة تجتمع معاً وتشكل سلسلة مشابهة لهؤلاء الأطفال المترابطين مع بعضهم في المختبر. ابقوا مرتبطين. بناء على نوع الجزيئات المستخدمة، يمكن أن يكون البوليمر مطاطياً أو لزجاً أو صلباً مثل البلاستيك. كونوا حذرين، حسناً؟ صنع الأطفال مادة بوليمر لزجة وممتعة تتمدد وتتقلص إلى كرة. والآن إليكم الخدعة، دحرجوها في أيديكم ككرة اللحم. زرت مختبرات معمل الأنيلين والصودا في ولاية كارولينا الشمالية وميشيغان لأرى كيف تستخدم جزيئات البوليمر لصنع آلاف المنتجات، كطلاء الأسطح الذي يقوم بعكس الضوء ويساعد في إبقاء المباني أكثر برودة، ولكن تطبيق هذه العملية هو أمر صعب. الطلاء الجديد الذي اخترعوه باستخدام البوليمر يدعى التجميد الفوري. التجميد الفوري ابتكار جديد، حيث يمكنك أن تقوم برش طبقة من الطلاء ولمسها خلال 3 ثوان ولا تلوث يديك. 3 ثوان؟ أجل، إنه سريع. هل هذا ما الذي أتحسسه؟ إنه ماء. ماء؟ أجل، إنه ماء يخرج من آلة الطلاء. والشيء الجديد في هذه المادة هو أنك تستطيع تحديد السماكة من المرة الأولى، لذا لا يتوجب عليك أن تعود وتضع طبقة ثانية أو ثالثة أو رابعة. ثمة أنواع مختلفة من البوليمر، منها فائق الامتصاص. إن البوليمر فائق الامتصاص هو جزيء كبير جداً بشكل أساسي، وعندما يحصل التماس بينه وبين الماء يصبح قادراً على الامتصاص والاحتفاظ بما يصل إلى آلاف أضعاف وزنه من الماء. هذا مذهل. البوليمر فائق الامتصاص عبارة عن حبيبات، وعندما تجف فإن الماء يدخل فيها ويبدأ بدفع الجزيئات لتبتعد عن بعضها البعض أو تدفع سلسلة البوليمر بعيداً عن بعضها البعض. هذا نموذج رائع، لكن ماذا يمكن لمادة البوليمر فائقة الامتصاص أن تفعله؟ إنها تطحن إلى حبيبات وتوضع في هذا. هذا يحاكي كيفية استخدام الطفل للحفاظ وكيف سيتفاعل بوليمر أثناء وجوده في الحفاظ، لذا سأريك ما يحدث هناك ولكن على مستوى أكبر. إذن هذا ما يحدث في الداخل. أجل، إلى حد كبير. إذن لدينا البوليمر في الداخل وسنضيف المحلول الملحي. هذا سريع. أجل، إنه سريع جدا، ويمكنك أن ترى كم سيجف بسرعة في الأعلى، وهذا ما سيؤدي إلى سحب كل السائل إلى الأسفل بحيث يبقى الطفل جافا. فهمت ما معنى فائق الامتصاص. الميزة الأكبر لمادة البوليمر والسبب في أنك تراها في عدة مجالات هو حرية التصميم، أي المرونة. إن كانت الفكرة موجودة نصنعها من البوليمر. إمكانيات البوليمر لا تحصى، وبعض هذه الاختراعات قوي كفاية ليحل مكان الفولاذ في عربات التسوق. إذن لأنني لا أزال طفلاً، فإن أحد الأجزاء المفضلة لدي في الذهاب للتسوق هو الصعود إلى العربة والحصول على جولة، ولكن هل هذه قوية كفاية لتتحملني؟ بالتأكيد، إن أردت يمكنك أن تضع بقرة كاملة هنا، لذا إن أردت أن تجلس بداخلها يمكننا أخذك في جولة صغيرة. بالطبع كان علي القيام بهذا، لأنه في النهاية هذه مادة بوليمر قوية وأنا لا أشك بالعلم أبداً. بعد الفاصل سبق وسمعنا بالأشخاص الماهرين في استخدام الكلمات. ستكون معكم ألي وورد في فقرة مفردات مو. هناك وقت في حياة كل شخص حيث يحتاج فيه إلى الغوص عميقاً في نفسه ومعرفة الهدف من وجوده. حسناً، استمتع بقول هذا. سأقوم بتعريف الكلمات التي استخدمناها اليوم ونسمي هذه الفقرة مفردات ما. في فقرة التي أعددتها عن لعب الأحصنة وهي أفضل فقرة، قلت هذا لأنها رزينة جداً، قد يساء فهم الأحصنة أيضاً. كلمة رزينة هي صفة وتعني لا تظهر انفعالاً، خاصة عندما يحدث شيء سيء. إذن الأحصنة لديها وجوه خالية من التعابير، ولكن عندما تخرج تلك الكرة العملاقة فهي تبتهج جداً. لنكن صريحين، من الصعب جداً لا، لدي عمل أقوم به. سأذهب. لحظة، كانت هذه فقرة مفردات ما. أنا ألي وورد، وداعاً. شكراً جزيلاً لانضمامكم إلينا اليوم. تذكروا، إن كنتم تريدون أن تظهروا في برنامجنا ذات يوم يجب أن تكونوا طموحين وألا تستسلموا. أنا موروكا.